السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش تصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توعدت باسقاط عيسى حياته، انا من اسقط عيسى حياته. بالاخص بعد فوز الجزائر بكاس العرب. اقسم بالله العلي العظيم كلها اكاذيب، ما في حتى واحد. انا نوعدك قدام الشعب بان هذا الحق. تافيوا بوعدكم وتجيبوا لنا حق. وما تنساوش تعطونا اراءكم، اقتراحاتكم وانتقاداتكم، مرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله باش نطرقوا لتصريحات مهمه جدا ادلى بها مراد مزار صاحب منظمه مكافحه الفساد، اللي كنت تطرقت لها سابقا وتكلمت عن وجود منظمه مكافحه الفساد رئيسها جزائري، ولكن خرجوا بعض اليوتيوبرز وبعض الاشخاص اللي قال لك انه هذه المنظمه مهميه وغير موجوده. صديقي صافا شويه، راك مليح. انا قبل ما ننشر حاجه نتاكد منها 100,000 مره باش نبارطاجيها مع الناس، لانه المصداقيه اهم شيء، والانسان يقدر يغلط، نقدر حتى انا نغلط، ولكن نحاول اني نقلل من الخطا واني ما نغلطش ونمد الحاجه الصحيحه للناس. خليكم معنا نبداو. هذه قضيه اصبحت قضيه مبدا، قضيه كاين امور، كاين اشياء خطيره اللي تعدت مقابله الجزائر والكاميرون. صحيت ومنذ مده طويله. اكزاكت. وهي تطبخ في الخطا. وهي تطبخ. بالماضي دوك نزيد نعطيك معلومه. وهي تطبخ بالاخص بعد فوز الجزائر بكاس العرب في قطر. من هذاك الوقت والامور صافا با والناس جايبينها عقاب الجزائر، حابين يحطموا المنتخب الجزائري. شكون هما دوك نعرفوهم؟ معلومه واحده اخرى، مؤمن بارك الله فيه ولهني الامر مهم. بالماضي ما هضرش هكاك. بالماضي الكلام اللي قالوا بكل باللي تسمى الشيء اللي خلى بالماضي يبقى متفائل، يعني يبقى يعني بوزيتيف ايجابي في التفكير تاعو في الامل تاعو، يخلي له الامل، لان بالماضي عنده خيط، عنده خيط نقولها بكل صراحه، عنده خيط اللي عاطيه بعض المعلومات فيما يخص حقيقه الملف اللي عندنا على المستوى تاعنا احنا. الملف اللي عندنا، ملف المنظمة اللي عندنا احنا اللي تعمل عليه لجنة مختصة من خبراء منذ أكثر من سنة. صح. رايح يزعزع جهد العالم، رايح يزعزع الفيفا، ولكن جهد. اليوم إذا سمحت احنا في المنظمة قررنا باش نعطي أولوية جيد لهذه القضية تاع الجزائر. ليس لأنك جزائري فقط. لا. بل لأن القضية بالفعل تستحق أن تتوقف عندها. منظمة مكافحة الفساد. ان شاء الله ان شاء الله كيما راهو يتكلم انه الملف يكون قوي ويخدم المنتخب الجزائري وتكون في صالح الجزائر، لانه حسب كلامه صراحه يخليك تتفائل بزاف. وشفنا ايضا جمال بالماضي في تصريحاته الاخيره كان متفائل، كيسقساو على انه ممكن المباراه تتعاود او ممكن نروحوا لقطر، قال لك جمال بالماضي مازال عندي بصيص من الامل، وهذه كلكم سمعتوها في تصريحات جمال بالماضي اللي تخليك نوعا ما انها تتفائل. وشفنا ايضا بعض اللاعبين الجزائريين اللي كانوا في الستوري تاعهم حطوا بدلاتهم بقميص المنتخب الوطني كامل في وقت واحد في الاسبوع اللي فات، يعني كاين حاجه مليحه. ان شاء الله نسمعوا خبر اللي يفرحنا ان شاء الله، وان شاء الله مراد مزار يجيب حاجه تفرح. ودي باش نوضح نقطه مهمه باش يعرفها الجميع، خاصه المواطن الجزائري اللي راهو يعني محروق من هذه القضية. في الأونة الأخيرة فيه كلام كثير عن سوا ديزون أطراف فلان علان، أنا نقولها بكل صراحة، أنا عندي معلومات وعندي معطيات ونقول لك باللي هذا الملف ما فيه حتى أطراف اللي راهي تدخل في فيدرالية الجزائرية لكرة القدم اللي هي لأنها هي المعني الأول بالقضية. رانا اليوم الجمعة ورانا في شهر رمضان الكريم، أقسم بالله العلي العظيم كلها أكاذيب، ما في حتى واحد فيه ملف تاع الفيدرالية وبس، وفيه متابعة يعني أنية، يعني متابعة حقيقية من السلطات العليا. صحيح. البلاد وعلى راسها السيد رئيس الجمهوريه. صح. معليش هنا كلامه تقريبا فهمتوه وعرفتوه على شكون، على عارف مشاكر وبعض الناس الاخرين اللي قال لك انا دخلت مصادري في الفيفا ودفعت الملف في الفيفا، واللي يقول لكم مازال عندي ملف باش ندفعه. ولهذا
لما كانت لي الفرصة الأسبوع الماضي مع قناة من قنوات الإلكترونية قلت ونعكدها مرة أخرى باش الناس ما يغلطوهمش، الدولة راهي واقفة بكل إمكانيات نتاعها على هذه القضية لأنها أصبحت قضية مبدأ. صحيت. وكما قلتها نزيد نكررها مرة واحدة أخرى. أه؟ اللي يحقر الجزائر ولا اللي يدي حق الجزائر مازال ما زادش، مازال ما خلقش. الجزائر دولة ومش أي دولة، وعندها رجال وعندها ناس مختصين. إن شاء الله تعفيوا بوعدكم وتجيبوا لنا حقنا. الشعب الجزائري ماهوش حوس على شكون باش يجيب لنا حقنا، المهم انه الجزائر تدي حقها. انا نحوس اول شيء انه الجزائر ان شاء الله تتأهل او يعاودوا المباراة، او اذا ثبتت يعني الرشوة هذه حاجة بين بلي الجزائر تتأهل، اذا ما ثبتتش الرشوة المباراة لازم تتعاود لانه كل الناس شافوا الفضيحة التحكيمية الكبيرة اللي كانت، وقسامة لازم انه يتعاقب مدى الحياة ويحبس التحكيم نهائيا. انا ماشي مازار بوريستي سبورتيف باش نبقاو رياضيين رياضيين. انا نقولها لك بكل صراحة انا لن يشفى غليلي حتى ارى ان هذا الحكم ان كان حقيقة انا جيناكوس بيرسون. انا نوعدك هاو قدام الشعب، هذا ما كان انا دوا الكلام تاعي اللي انا نوعدك قدام الشعب بان هذا الحكم باسكو سيعيش ما عاشه حكام ومسؤولين. اين هو بلا اسمح لي، اين هو بلاتر؟ صحيح. اين هو عيسى حياته؟ في خبر كان لما توعدت باسقاط عيسى حياته. انا من اسقط عيسى حياته، والاتحاد الدولي مكافحة الفساد الرياضي هو من اسقط بلاتر مهما انه صديقي وكلش وجماعته. ان شاء الله كما اسقط عيسى حياته وبلاتر ان شاء الله نشوفه قصامة في الحبس، ونشوفوه يتوقف، ونشوفوا هذا الفساد والمهزلة اللي كاينة في الكرة الإفريقية تتوقف، لأنه صراحة بهذا التحكيم وبهذه الطريقة فسدونا طعمة الكرة في إفريقيا. الكرة في إفريقيا صارت تلعب في الكواليس، ما ولاتش تلعب في الميدان للأسف، وهذه حقيقة تقال. وإن شاء الله الجزائر تدي حقها ويفرح كل الشعب الجزائري، هذا هو الهدف وهذا هو الأمل من كل هذه الأمور إن شاء الله، ويجيبوا لنا حاجة فيها فائدة وحاجة تفرح الشعب الجزائري. تحية لكم كبيرة، كل حب والاحترام للجميع، وما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله، وما تنساوش تروحوا الانستغرام تاعي خالي فعلا لو في اول تعليق اللي حاب يطرح لي اي سؤال اي امور تحبوا تسقسيوها، مرحبا بكم دار داركم. السلام عليكم.